عشان نقول لك احترامات اللاعبين نيفو هابط راه ديما تنقولها. حنا عندنا واحد خصو يتشكر بزاف، القجع راجل مزيان، قام دار البطوله الاحترافيه رغم ذلك ما عندناش احتراف، ولكن هو مسكين ناوي الاحتراف، تصاوبوا الملاعب، تصاوبوا بزاف د الحوايج، ولاو لي بريمات لاعبين كي ولينا كنسمعوا لاعب كيتباع في المغرب ب 800 مليون 900 مليون، الحمد لله طوش. ولكن بالنسبه للنيفو ديال المنتخب باقي صغير، حيت بقى ما طحنا على مدرب اللي غيقرا المنتخب، وبقى ما طحنا على منتخب راه 60 عام وحنا كنقلبوا، راه بقى ما عندناش خطه ديال المنتخب، ها كنجيبوا نجربوا نصيفطوا. هذه انا في عمري 43 عام كان عندنا منتخب 94 ومنتخب 86، ما هذوك فقدناهم. كاين بعض اللاعبين زوينين ولكن باقي ما صابوش بلاصتهم، المنتخب مزيان ولكن الا شفتوا مدرب جون ويكون معاه واحد من المغرب وتيق به ان شاء الله راه نكونوا مزيون. المغرب راه المنتخب راه مصر، مشيت مع روسيا افريقيا مصر ومن الناس اللي كنضحيو بلا بفلوسنا وبمالنا وعزيز علينا بلادنا، ولكن ان شاء الله الاسماء اللي كاينه في المنتخب الوطني هي اسماء كبيره ما عرفوش يوظفوه مسامير. مدرب راه كاينه، راه كاينه مدرب، اسمح لي، اللي كاينه عنده فرقه ما وانتك مثال المغرب مع مع البنين، شكون عنده اسماء كبيره؟ حنا ولا البنين؟ وعلاش البنين ربحونا؟ عندهم مدرب عرف كيفاش يوظف اللاعبين. حنا عندنا لاعبين راه ديال البطوله نوظفوا، لعبوا مع البرازيل، لعبوا مع كلشي، ما عندناش مشكل، راه مساله الخطه ومساله نسمعوا ونفهموا ونطبقوا وما نكثروش على المدرب الراي بزاف، حيت المدرب دايره معاه قنشاشه بزاف، داير معاه كليكه يخليو. انا من نظري وجهه نظري يبقى حجي وكلشي يمشي بحاله، لا علاقه لا ديال التغطيه لا حتى شي حاجه. ناس بزاف عليهم المنتخب، راه المنتخب باش تكون في المنتخب وتساير وتقاد وتدريب وهذا راه بزاف عليهم. جيبوا ناس، جيبوا مثلا عادل رمزي في هولندا عنده خبره لعب عصبات، جيبوا مثلا لاعبين كبار مثلا بحال وادو. انا كنعيب على الناس، وادو عطى المغرب عطى البلاد وليتو كتلوحوا مسؤوليه كبيره، هو وطني قح حشومه. انا ما نبغيش لاعب يعطي المغرب ونعيره، لا حشومه راهي عندك انا ما بغيتش يعيروا مغاربه، عزاز عليا المغاربه وانا ما كنبغي نعير حتى شي واحد، وكنتمنى بلادي تتحسن في كره القدم. راه عندنا اسماء كبار اللي الحمد لله جابوا عصبات، جابوا بطولات كبار، حنا كنفرحوا لها اوروبا عارفه ولكن عارف ان احنا عندنا مشكل في التدريب وفي التسيير، ما عندناش علاش ما خليناش الاخر تقرا المدرب وزوين. اه مدرب كبير، مدرب كبير دبل عليه، هذا العام كنا نفوزوا معاه بزاف د الحوايج، حيت عامين واربع سنين هو معاك راه قرا المنتخب، وراه تا في المنتخب ونسى زعما حيدتي وشتي واحد جديد، واحد جديد خبر نجحت خبره مع الجزائر، ولكن من المغرب ما نجحش، ربما لعب الجزائر ماشي من المغرب. تنتمنى الله سبحانه وتعالى يكون مدرب ولا يخليه هو ويديروا معاه ناس اللي يكونوا في المهمه ويقوموا باللازم. مدرب ما طيحتش منه، ولكن بان لي الماتشات الاخرين النيفو شويه ضعيف.